عجاني وكون كون في حد يالي كانت تغني أماشي سالة باجن سيني فاتحة كانت إما وشان وسط ميات بنت أنا ياتبان ويك ويك فاتحة ديالي وكون كون فاتحة ديالي ويك ويك فاتحة ديالي وكون كون فاتحة ديالي ديك أيادو كما رفتك دايصا السلام عليكم. السلام عليكم سي حميد. سي حميد اش يمكن لك تقول للجمهور ديالك اللي كيحترمك بزاف وفخور بك؟ تفضل سي حميد. السلام عليكم. اولا وقبل كل شيء انا كنبغي نقول للجمهور انه يساندني ويتابعني فهمتي، وعندي ما نقول فهمتي. دابا درت فاتحه ديالي، عندي حكيمه ديالي، عندي فاطمه ديالي، عندي سهام ديالي، عندي حياة ديالي، عندي هنودة ديالي، سارة ديالي، زينب ديالي، عندي كلشي فهمتي. يعني دابا قدرت درت لكم الفاتحة ديالي ويك ويك، نقدر ندير لكم حي حي هنودة ديالي فهمتيني. يعني أنا نقول للمشاهدين كاملين فهمتي، يتابعوني في لاشين ديالي، تأبوناو عندي، ديرو البارطاج، ديرو اللايك فهمتي. وإن شاء الله كاين الجديد قريبا ان شاء الله، غادي تقدر تاوي ان شاء الله، تقدر تكون حيحات، تقدر تكون ناري، تقدر تكون مهمتي فهمتيني. فهمت. عندي ما نقول. ممكن دابا تقول لنا شي بعد كلمات الجمهور ديالك. هو اي فنان ما غايقدرش زعما يحرق المفاجاه فهمتي، بحال هذه اللي غندير انا، ولكن دابا انا غنحرق بابا فهمتي، على قبلكم غنحرق ان شاء الله. فالعافية ميرسي بوكو. دابا انا غنغني على هنوله ديالي. تفضل. ناري ناري هنودة ديالي، كوكو هنودة ديالي، ناري ناري هنودة ديالي، كوكو هنودة ديالي، هنودة ماركي فقعنا لون لون لون، هنودة ماركي زعفانا لون لون لون. هذا الجديد ديالي القريب ان شاء الله فهمتيني. وكنتمنى كلشي تابونا عندي وتشجيع واللايكات، ومعكم اخوكم حميد الفلجة المعروف بالفلجة، وبيس، وراكم ديما في البال. مسيرة موفقة. شكرا.